أشكركم على الحضور. وطبعاً إحنا إن شاء الله في المجموعة هذه اللي إن شاء الله عن قريب تتحول لجمعية. خليك تمام قريب ولا توقع أن يطول البداية شوي. بدون تعاونكم حضوركم للقاعات المشاريع لازم يعني نكون يعني متعاونين ونحضر بشكل دائم. طبعاً اليوم دكتور معاذ بيتحدث عن موضوع الكلاود وإن شاء الله أنه يفري جلستنا اليوم إن شاء الله. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر الإخوان على الدعوة في المجموعة. أنا أول مرة طبعا أشارك في المجموعة وما شاء الله يعني عدد شو اسمه كبير فأشكر الإخوان على تنظيم التنظيم الحضور. سلام. شيء إن شاء الله نتمنى نكون عند حسن الظن وأن يعجبكم الموضوع ويعجبكم المحتوى. طبعا الموضوع راح يكون عن هندسة البرمجيات كخدمات سحابية. أول سؤال، ليش أنت جاي اليوم؟ ليش أنا بضيع من وقتك ساعتين أنا والمهندس حسام أو ساعتين ونص في السلام ورحمة الله وبركاته في موضوع مثل موضوع هذا؟ مضبوط. هذا قدامنا تقرير. لا ليت النور بس أرفع عشان الكاميرا عشان نوضح شو. أيوة هذا قدامنا تقرير. لا هذا خلاه كانت ممتازة. جزاك الله خير. شكرا. هذا تقرير من هيئة اتصالات من هيئة الاتصالات السعودية عن الوظائف، متوقع الوظائف في سوق التكنولوجيا المعلومات، سوق الاي تي، كل الاشياء اللي تتعلق بالاي تي. تقرير عام 2015. طبعا لو تلاحظ من التقرير يمشي هنا الطلب على الوظيفه، زين، كل ما تروح يمين كل ما معناته انه في طلب اكبر، وهنا وفره الاشخاص اللي ممكن يسدون الوظائف هذه، كل ما ترقى كل ما صارت الوفره اقل، زين. فنلاحظ هنا بالركن، زين، الأعلى طلباً والأقل توفراً هي تطوير ونشر برمجيات أو بعبارة أخرى هندسة برمجيات والبنية التحتية السحابية. فاليوم الموضوع راح ندمج لكم بين ثنتين إن شاء الله، زين. فيعني بعيداً على التنظير، هذا طلب السوق السعودي، مضبوط. والمحاضرة هذه بإذن الله تكون انطلاقة التدريب سواء المجموعة أو غيرها إن شاء الله اللي يشوفوننا إن شاء الله عبر الإنترنت، تكون انطلاقة لتوفير أعداد أكبر. هذا موضوع مهم جدا وله مستقبل كبير سواء في السعودية أو غيرها. فهذا سبب. طبعا الموضوع هذا هو الكورس أنا أعطيه في الماجستير في الجامعة. المهندس حسام كان من أوائل الطلاب، يعني أنا أعطيته العام والسنة هذه. ترددت كثير أن يعطي الكورس لأن فيه معلومات كثيرة جدا وشوي غريب على السوق هنا، لكن يعني قررت أني أجرب العام، والحمد لله كانت ردة فعل الطلاب جدا جدا ممتازة. في على الأقل اثنين أنا أعرفهم يعني حصلوا وظائف متميزة جدا بسبب الكورس بالذات هذا، هم إلى الآن ما خلصوا الماجستير. طبعا هذا كورس يعطى في أول ماجستير في جامعة الملك سعود. فكانت ردة فعل ممتازة جدا والحمد لله يعني كملت السنة هذه. وكان في نقاش بيني وبين المهندس حسام إن ليش ما نطلع هذا كورس في الانترنت. فالمحاضرة هذه نعتبرها أن مقدمة، لعل إن شاء الله يتوفر لنا الوقت أن يطلع الكورس كامل يعني على الانترنت باللغة العربية عبر الرواق أو غيرها إن شاء الله، مشابه للكورس السابق حق الجافة، ويكون يعني كورس أدفانس يعني مقارنة بكورس الجافة اللي قدمته سابقا. طيب السؤال الآن، ليش الطلب العالي على الموضوعين هذه؟ بشكل عام عالميا مشاريع السوفتوير، زين، تفشل بشكل كبير جدا. هذه احصائيات رسميه او عفوا احصائيات من ابحاث يعني في السوق، اغلبها في السوق الامريكي وهو افضل اسواق في السوفتوير، افضل الشركات السوفتوير في العالم تطوير السوفتوير هي الشركات الامريكيه يعني. ومع ذلك نسبه الفشل عاليه جدا، يعني هنا تلاحظ 70%، هنا 53% تيرمينيتد اصلا، يعني او عفوا 31% تيرمينيتد، 53% من مشاريع السوفتوير كلها ليت
بس 16% اللي اون تايم اون بادجت. زين، ففي مشكله كبيره جدا في من عده ابحاث نلاحظ في مشكله كبيره جدا في تطوير مشاريع تطوير البرمجيات زين بشكل عام. طبعا في يعني من اشهر المشاكل هذه اللي حصلت للرئيس اوباما، انا كنت في امريكا وعاصرتها يعني طول الفتره وصار عليه هجوم كبير. الرئيس اوباما كان اهم مشاريعه السياسيه هي الهيلث كير اللي هو المشروع شو اسمه الرعايه الصحيه، كان من اهم مشروع قدمه كمشروع سياسي زين، وكان مبني على وجود ويب سايت للحكومه الفيدراليه زين، والويب سايت هذا يقدم خدمات انشورنس يعني تامين وكذا. طبعا اول ما فتح الويب سايت كان مفروض الافيلابيليتي 99 او 4 تسعات زين 9999، للاسف اول ما فتح زين كان 42%، بعد شهر قدروا يوصلون 95%، كان فضيحه بكل المقاييس يعني كل المقاييس يعني هجوم شديد جدا. فاذا الحكومه الامريكيه ما هي قادره تطلع سيستم يعني بشكل هذا، فما بالك بالجهات الاخرى يعني في الاماكن الاخرى من العالم. فاذا في مشكله كبيره جدا في تطوير السوفت وير. الهدف من المحاضره هذه نعطيك ملامح زين كيف ما تقع في المشكله هذه، سواء عندك ستارت اب تبغى تسوي ستارت اب انت، او انك تشتغل في انتربرايز شو اسمه اورجانيزيشن زين في الحكومه او في القطاع الخاص. طيب طبعا المرجع الرئيسي في الكورس هو هذا الكتاب، هذا من افضل الكتب اللي شفتها انا في سوفت وير انجينيرنج. الكتاب اخذ تاليفه 5 سنوات من المؤلفين في من جامعه يو سي بيركلي، واحده طبعا من افضل يعني ان لم تكن افضل جامعه فهي من افضل 4 أو 5 جامعات في العالم، يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا بيركلي. اخذوا 5 سنوات في التاليف وزاروا شركات كبيره في السيليكون فالي زين جوجل وابل وغيرهم، سالوهم وش النقص اللي تلاحظونه في الناس سوفت وير ديفلوبرز اللي يجونكم او سوفت وير انجينيرز بعباره صح، وش الاشياء اللي تنقصهم وش الاشياء، فوضعوها في الكتاب. الكتاب موجود على كندل، موجود شو اسمه موجود مطبوع، انصح نصيحه كبيره. وفي كورس برضه يقدم كامل من نفس المؤلفين هذول على ايدكس زين باللغه الانجليزيه. الكورس نفس الاسم انجينيرنج سوفتوير از ا سيرفيس زين على ايدكس. طيب المواضيع راح تكون تقسم 3 أقسام، راح يكون راح نشوف ما هي الخدمة البرمجية السحابية وش نقصد بالسوفتوير از ا سيرفيس، وما هي هندسة البرمجيات كخدمات سحابية وش معنى انك تهندس البرنامج كخدمة سحابية، واخيرا طوال الوقت راح يكون في تطبيق عملي. راح نتكلم شوي نظري في البداية، بعدين معظم الوقت راح نطبق الاشياء اللي نقولها عمليا مع المهندس حسام. طيب ما هو البرنامج كخدمة سحابية وش فرقه عن البرنامج العادي؟ أول شيء، هل أنت عمرك تعاملت مع برامج كخدمات سحابية؟ نعم، أنا متأكد معظمكم يمكن كلكم استخدم أبشر زين. أبشر هو برنامج كخدمة سحابية، برنامج ما هو جالس على جهازك، ما هو في الجوال زين، فيه فقط واجهة له في الجوال، لكن الشغل كله في مركز المعلومات الوطني. فأنا حبيت أعطيكم مثال من السوق السعودي هنا زين. عندك برامج جيميل، جوجل دوكس، يعني مثلا عندك الجوجل دوكس الآن برنامج اوفيس متكامل كله موجود سوفتوير از ا سيرفيس. بالمقابل عندك مايكروسوفت اوفيس زين، وليس 360 هم الان عدلوا بسبب المنافسه، لكن مايكروسوفت اوفيس اللي احنا متعودين عليه برنامج موجود على الجهاز مضبوط، فالبرنامج بيكمله على الجهاز لو ما عندك انترنت امورك ماشيه كله امور تمام، بينما لو جوجل دوكس والاشياء هذه لا تعتمد على بشكل كبير على الانترنت. فهذا المقصود بالسوفتوير از ا سيرفيس، يستخدمه العميل، العميل اللي بيستخدم البرنامج حقك يكون يستخدمه من خلال متصفح الانترنت او من خلال الجوال، وغالبا يكون سبسكريبشن بيست يعني من خلال اشتراك، اما ان يكون مجاني زي الجيميل وغيره يعتمد على الديتا، جمع الديتا واستغلال الديتا هذه، او يكون بفلوس تدفعها انت، خصوصا البرامج اللي تقدم للشركات. يعني في شركات تاخذ برامجها الان مثلا زي الاي ار بي والسي ار ام وغيرها تاخذها كسوفت وير از ا سيرفيس، ما عاد يجيب هو السي ار ام يشغله عنده. زي ايش؟ اشهر سي ار ام موجود اللي هو سيلز فورس زين، موجود سوفت وير از ا سيرفيس يبيعونه للشركه او يسوون سبسكريبشن للشركه. طيب وش ميزات البرنامج كخدمه سحابيه زين؟ الميزات هذه مهم جدا تعرفها انت، لانك انت الان لازم تعرف الكاستمر حقك ليش بياخذ البرنامج منك كخدمه سحابيه مضبوط. في ميزات كثيره جدا صراحه البرنامج كخدمه سحابيه. اول شيء في طبعا عدد كبير من البرامج والبيئات اللي تستخدمها، انا بتكلم عنها بعد شوي، بس خلينا نشوف ميزات البرنامج. اول شيء ما تحتاج ديتا سنتر، خصوصا لو كنت ستارت اب ما تحتاج ابد اي ديتا سنتر، ما تحتاج اي شيء، تدخل سبسكريبشن
مضبوط. انت كشخص تبغى تقدم البرنامج كخدمه سحابيه، ما تقلق نفسك كيف اليوزر بيدخل على السيرفر حقي وكيف بيوصل للبيانات ويستخدم البرنامج والاشياء هذه. برضو ما تقلق نفسك، انا اشتغل على ويندوز 95 ويندوز 98 ويندوز ما ادري شو اسمه ويندوز 10 والاشياء هذه كلها، ما تقلق نفسك. فقط اللهم انك الشيء الوحيد اللي تبي تحتاجه انه برنامج جوال على اندرويد، برنامج على الايفون فقط، يعني هذا جل ما تحتاجه، والباقي كله عندك انت كمطور زين، موجود عندك في السحابة. تستطيع النمو الجروث حقك على حسب قدراتك بشكل يعني سهل جدا. الشركات لو تجرب الشركات اللي تعطيك الانفراستراكشر لك راح نتكلم عنها، ياخذون من كريدت كارد وبعدين يقولوا لك يعني ممكن يعطونك حتى فري، يقول لك whenever you reach certain point، اذا وصلت المستوى هذا نبدا نشرجك، نزلت على مستوى ما انشر ويدون تشارج يو، يعني فيري فيري فليكسبل لا تشارج خصوصا كستارت اب، هذا كنز يعني كبير جدا. انت لما تيجي تعدل على البرنامج، تغير في البرنامج، في باجز، في كل شيء، كله برنامج موجود في مكان واحد، ما يحتاج تتصل ب 20 30 الف مستخدم موجودين عندهم ويندوز وغيره عشان تعدل على البرنامج حقك، تعطيهم نسخه جديده، لا، النسخه موجوده على الكلاود، هذه ميزه كبيره. طبعا تحديثات سريعه مستمره، يسهل عليك السكيورتي حق البرنامج، يسهل عليك مينتننس للبرنامج. هذا السكيورتي، ما تقلق نفسك لو دنال في سيرفس اتاك، انت على منصات امازون ولا ازور ولا غيرها، فهم يعني يتكفلون باشياء كثيره من الناحيه هذه. ففي النهايه يعني ده في شيء مهم جدا، والتوتال كوست اوف اونرشيب شو اسمه لك انت زين، لما تيجي تقدم البرنامج هذا يكون ريتيرن اوف انفستمنت يكون اعلى بكثير من لو من الطريقه القديمه اللي تستاجر فيها سيرفر في امريكا او في اوروبا وتبدا تشتغل عليه، اذا احد منكم يعني عاش العصر هذا. طيب الان احنا شفنا وش معنى برنامج كخدمه سحابيه، وش معنى هندسه البرمجيات او البرنامج كخدمه سحابيه زين. في النهايه احنا نتكلم عن هندسه برمجيات سوفت وير انجينيرنج، زيها يعني ما في فرق كبير، في اشياء معينه بس بتختلف زين، لكن في مبادئ كثيره في سوفت وير انجينيرنج ما زالت موجوده. اول شيء هندسه برمجيات بشكل عام هي عباره عن اداره تطوير برنامج زين، هذا مفهوم هندسه برمجيات، كيف تدير تطوير برنامجك. هنا بما ان احنا نتكلم عن برنامج خدمه سحابيه، فالفكره هنا كيف تدير تطوير برنامجك هذا كخدمه سحابيه. طبعا عندك ثلاث مرتكزات زين، عندك منهجية إدارة التطوير مضبوط، يعني منهجية البروجكت مانجمنت، كيف شو اسمه كيف تدير مشروعك هذا، مشروع تطوير البرنامج. وزي ما شفنا في فشل كثير في مشاريع تطوير البرمجيات بسبب استخدام نفس المنهجيات اللي تستخدم لإدارة مبنى مثلا، بناء مبنى يعني زين. السوفت وير يختلف تماما عن مثلا لو بتبني عمارة، يعني لو بتجي الواحد انجينير مهندس مدني يبغى يبني عمارة، تلقى عنده طريقة معينة وستركشر معين، وهذه دخلت في علم البروجكت مانجمنت، وبعد كذا بدأوا يستخدمونها حق الحاسب وجدوا أنها فيها فشل كبير مضبوط، فخرجت ما يسمى بالإيجايل، وسهل أمور وعدل أمور كثيرة يعني في هذا الموضوع. فهذا مرتكز من محور من المحاور راح نتكلم عنه. المحور الثاني معمارية البرنامج، الاركتكتشر حق البرنامج زين. اي برنامج يتكون من كومبوننتس معينه، وش الاركتكتشر حق البرنامج، وش تغير في الاركتكتشر حق البرنامج هذا زين، خصوصا منكم المبرمج قديم يعني وعنده خبره طويله في برمجه في البرمجه على الانترنت وعلى الويب سايت، وش اللي تغير عليه بالضبط هنا كسوفت وير از سيرفيس. اخيرا الادوات والمنصات، اذا كنت تبغى تعتبر نفسك سوفت وير انجينير وتبني برمجيات ساس سوفتوير از سيرفيس، لابد انك تكون عندك خبره قويه جدا في الادوات والمنصات، تختار الاداه والمنصه الصحيحه في المكان الصحيح تضعها. هذه راح نستعرضها بشكل سريع ان شاء الله، كل الثلاث هذه. الفكره طبعا اليوم احنا راح نعطي امثله زين، يعني نتكلم عن روبي اون ريلز، هي فقط مثال. روبي اون ريلز ليست الافضل دائما مضبوط، في منصات في حالات معينه، في منصات معينه افضل من روبي اون ريلز مضبوط، سواء جافا ولا بي اتش بي ولا غيرها، فهذه ملاحظة يعني ضروري جدا أكد عليها. طيب قبل ما نتكلم، بس قبل ما ندخل موضوع هندسة، ندخل بالمحتوى حق إدارة تطوير البرنامج، أنا لاحظت كثير من المبرمجين ينسى أنك أنت جالس تبني منتج زين. سلام. أنت الآن في سواء كان عندك ستارت أب زين، وهذا موضوع مهم جدا بالذات كان عندك ستارت أب، أو كنت في انتربرايز كمباني، في النهاية في فلوس جالسة تدفع، لازم ما تنسى الموضوع هذا نهائيا، ما تنسى أنك كنت جزء
زين، وعملية إدارة تطوير برنامج هي جزء من عملية أكبر، وهي إدارة تطوير المنتج كامل أو السيرفس كاملة. إذا كنت إذا كانت شركة حقتك اللي أنت فيها تقدم سيرفس، في لابد يكون في يعني تبدأ دائما بالفكرة حقت السيرفس، بعد كذا دراسة الجدوى، هذه أشياء كلها ما لها دخل بالسوفتوير إنجينيرينج، لكن لازم تكون في بالك إنه في أحد جالس يدرس جدوى، تعرف كيف تتعامل معه لما تجي، تعرف متى أنت تبدأ، وين موقعك في الموضوع هذا. خصوصا لما تكون ستارت اب، اذا كنت تبغى تبدا ستارت اب لا تهمل الاشياء هذه، اشياء مهمه جدا، في تركز على التقنيه وتنسى المواضيع هذه. عندك خطه التطوير، التطوير ما هي فقط تطوير برنامج، وانما تطوير الماركتينج بلان حقتك، خطه التسويق يعني الموجوده في الخطه، هنا تشمل عده اشياء، المتطلبات الريكويرمنتس حقت اليوزر، تطوير المنتج نفسه، هنا كيف لما تيجي تطور المنتج زين، كيف تتفاعل مع حق الماركتينج، كيف تتفاعل مع الـ مع الـ مع البادجيتنج الفاينانس عندك، تتاكد انه والله انت الان ماشي ما تاخرت كثير في التطوير زين، ما كلفت بادجت اكثر من المطلوب. هذه اشياء كلها لازم تحطها في الاعتبار، والاجال تساعدك اكثر، لذلك الاجال اصعب في اداره، كثير من الناس يظن اسهل لكن هي اصعب لما تجربها. أخيراً إطلاق المنتج، مراقبة أداء المنتج، ومرة ثانية مراجعة الفكرة وتحسين الفكرة ودراسة الجدوى من جديد إذا كنت تحتاج الشيء هذا. فإذن أنت هنا، حنا تركيزنا الأكبر على السوفتوير إنجينيرينج في إدارة تطوير المنتج، ولكن ما ننسى أنه في ماركتينج، أكاونتينج، فاينانس وغيرها من التخصصات، خصوصاً لما تكون بتسوي ستارت اب. طيب نرجع الآن للثلاث محاور هذه ونشوفها في شو اسمه في محاضرتنا. أول شيء منهجية التطوير زين، أو أسلوب إدارة التطوير. أفضل الأساليب لإدارة التطوير هو الأجايل، مضبوط، حاليا خصوصا الستارت اب. كستارت اب الآن أنت تبغى تقدم برودكت زين، في شركات كبيرة وعندها رؤوس أموال ضخمة تنافسك في الموضوع هذا، ليش كستارت اب أنت تقدر يعني تتفوق على الشركات هذه؟ أهم سبب أنه you are fast, you are agile زين، تقدر تغير بسرعة، تقدر تستجيب المتطلبات الكاستمر، تدرسها بشكل أسرع، ما في بيروقراطية. إذا ما قدرت تستغل الشيء هذا زين، وجود البيروقراطية في الشركات الكبيرة ما راح تنجح كستارت اب زين. وعشان تستغل الشيء هذا لابد إنك تتبع منهجية الأجايل. اتباع منهجية الأجايل في الانتربرايز صعب شوي، ما هو سهل